علاش غنواكبوا فيها؟ علاش تو سامبلومون نجلسوش نتراجعوا عليها ولا نبدلوها؟ زعما واش فيها شي حاجه؟ حنا انا بيرسونيلمون كتبان لي ما فيها شي حاجه ونجلسوا ونشوفوا الاصلاحات. هذا غير بالنسبه ديال النقطه ديال من 7 الى 6 سنوات اللي هما تيعتبروها نقطه لا رجعه فيها. انا كنجاوب ديالي بغيت نفهم علاش لا رجعه فيها. تمين كنجلسوا معاهم في اجتماعات علاش هذه النقطه هذه لا رجعه فيها، تيقول لك سيدي ما كاينش، ما عمر ما عطاونا شي ارغومون فالاب ولا شي حجه، ولا الحجه ديال انهم غنكومبليو الاكتظاء الخصاص بهذا التقليص ماشي بصح. يلا غير ربحوا برومو وحده، هي البرومو اللي غيتخرجوا فيها الدفعات اللي وحده 7 سنين وحده 6 سنين، الاخرى راه ما غنربحوا حتى شي حاجه. وهما براسهم تيقولوا لنا في الوزاره تيقول لك هذا القرار ما جاش باش اننا نكومبليو الخصاص، الخصاص غنكومبليو بطرق اخرى، منهم الجاذبيه ونخليو الناس انهم يوليو كلاتراكتيفيتي في السيكتور بوبليك باش انهم هما يوليو راغبين في انهم يخدموا مع الدوله ويخدموا في القطاع العمومي. يعني هذه النقطه ديال لا رجعه فيها ما فهمناش. وبالنسبه لان تيقول لك هاد الطلبه هادو تيرفضوا واحد الموديل دو ديفلوبمون، واحد التغييرات اللي غادي يزيدوا بالصحه القدام وبالمغرب ديالنا القدام، ماشي بالصح. لان فاش كنخرج لنا النموذج التنموي كنخرج فيه بزاف ديال النقاط بالنسبه لقطاع الصحه، وما بين النقاط كان تقليص عدد سنوات التكوين. غير تقليص عدد سنوات التكوين كيفاش كان جا؟ ما كانش جا في 6 سنين، كان جا في 5 سنين سولون لي ريكومونداسيون ديال الاو ام اس. كان قال لك 5 سنين ولكن ما غاتخرجش انك تمارس في 5 سنين، غتمشي تزيد 3 سنين الا بغيتي تكون طبيب عمومي، ولا غتزيد اكثر الا كنتي غتكون طبيب خاص في شي حاجه. يعني 5 سنين زائد 3 سنوات كطبيب عام عاد تخرج تمارس، يعني 8 سنين، ما عمرها ما كانت 6 سنين. فاش خرج هذا القرار ديال 5 زائد 3، ناضوا في الاجتماعات مع الاساتذه مع العمداء ديالنا، قالوا هاد 50 ما صالحاش، اجر الدواء 6 سنين، 6 سنين زائد 3. وحنا حتى تما كطلبه بان كانوا كيقولوا لنا هادشي ما كناش كنرفضوه. يعني هذا واحد الاصلاح للتكوين ديالنا اللي يقدر يكون مزيان، ما يمكنش نرفضوه من اجل الرفض. يعني جلسنا كنقولوا واخا حنا تنتسناو وريونا شنو باغيين نديرو. 6 زائد 3 بقاو كيدخلوا في وكيقلبوا وكيشوفوا ان ماديا ما يمكنش لهم يطبقوا هذه القضيه هذه، لان ما غاتبقاش حاسم حتى طبيب عام، غيولي طب الاسره، هي ديك زائد 3 غيولي طب الاسره، غيولي يتحسب باختصاص في حد ذاته. يعني غيولي الطبيب اللي غيتخرج ديك الساعه غيولي خصو يتخلص كسالير ديال طبيب خاص ومشي ديال طبيب عام، يعني غيتزاد في السالير ديال الناس كاملين. هادشي ماديا ما عندناش الامكانيات ديالو في المغرب. ابوندونوا هذه الفكره هذه. فاش ابوندونوا الفكره ديال 6 بلس 3 حيدوا ديك 3 خلوا 6 ما عاودوش بدلوها. ستة علاش؟ واخا كنا جالسين تنهضروا واخا ماشي مشكل، وريونا الاجراءات المصاحبه كيفاش بغيتو نديروا ليها، فوقاش بغيتو نطبقوها، راه كاين بزاف المشاكل خاصنا نحلو معاد نهضروا على هذه النقطه هذه.